وفي الليلة السابعة من ليالي ألف ليلة وليلة اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وقد عبق المكان بالباخور والند والكافور، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد بخطى خفيف، فقبلت الأرض بين يديه وجلست إليه وجعلت تقص عليه، فقالت: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه عندما خرج الملك يونان من الحمام نظر إلى جسدي فلم يجد فيه شيئا من البرص، وصار جسده نقيا مثل الفضة البيضاء. وأما ما كان من أمر الحكيم رويان فإنه بالمساء قد رجع إلى داره وبات فيه، فلما أصبح الصباح طلع إلى الملك واستأذن عليه فأذن له في الدخول، فدخل وقبل الأرض بين يديه، فنهض الملك قائما على قدميه وعانقه وأجلسه بجانبه وخلع عليه الخلع السنية، وإذا بموائد الطعام قد مدت، فأكل صحبته وما زال عنده ينادمه طول النهار. فلما أقبل الليل أعطى الحكيم 2000 دينار غير الخلع والهدايا، وأركبه جواده وانصرف إلى داره. والملك يونان يتعجب من صنعه ويقول: هذا داواني من ظاهر جسدي ولم يدهنني بدهان، فوالله ما هذه إلا حكمة بالغة، فيجب علي لهذا الرجل الإنعام والإكرام وأن أتخذه جليسا وأنيسا مدى الزمان. وبات الملك يونان مسرورا وفرحا بخلاصه من مرضه. فلما أصبح الملك وجلس على كرسيه، ووقف أرباب دولته وجلست الأمراء والوزراء على يمينه ويساره، طلب الحكيم رويان فدخل عليه وقبل الأرض بين يديه، فقام الملك وأجلسه بجانبه وأكل معه وحياه وخلع عليه وأعطاه، فرسم له ب5 خلع و1000 دينار، ثم انصرف الحكيم إلى داره وهو شاكر للملك. فلما أصبح الصباح خرج الملك للديوان، واجتمع الأمراء والوزراء والحجاب، وكان له وزير من وزرائه بشع المنظر، نحس الطالع، لئيم، بخيل، حسود، مقبول على الحسد والمقت. فلما رأى ذلك الوزير أن الملك قرب الحكيم رويان وأعطاه هذه الأنعام حسده عليه وأضمر له الشر، فتقدم الوزير إلى الملك يونان وقبل الأرض بين يديه وقال له: يا ملك العصر والأوان، أنت الذي شمل الناس إحسانا ولك عندي نصيحة عظيمة، فإن أخفيتها عنك أكون ولد زنا، فإن أمرتني أن أبديها أبديتها لك. فقال الملك وقد أزعجه كلام الوزير: وما نصيحتك؟ فقال: أيها الملك الجليل، قد قالت القدماء: من لم ينظر في العواقب فما الظهر له بصاحب، وقد رأيت الملك على غير صواب حيث أنعم على عدوه وعلى من يطالب بزوال ملكه، وقد أحسن إليه وأكرمه غاية الإكرام وقربه غاية القرب، وأنا أخشى على الملك من ذلك. فانزعج الملك وتغير لونه وقال له: من الذي تزعم أنه عدوي وأحسنت إليه؟ فقال له: أيها الملك، إن كنت نائما فاستيقظ، فأنا أشير إلى الحكيم رويان. فقال له الملك: إن هذا صديقي وهو أعز الناس عندي، لأنه داواني بشيء قبضته بيدي وأبراني من مرضي الذي عجز فيه الأطباء، وهو لا يوجد مثله في هذا الزمان في الدنيا غربا وشرقا، فكيف أنت تقول عليه هذا المقال؟ وأنا من هذا اليوم أرتب له أموره وأعمل له في كل شهر 1000 دينار، ولو قاسمته في ملكي وإن كان قليلا عليه، وما أظن أنك تقول ذلك إلا حسدا، وأنه بداخلك الحسد من أجل هذا الحكيم فتريد أن أقتله، وبعد ذلك أندم كما ندم السندباد على قتل البازي. فقال الوزير: وكيف كان ذلك؟ وما قصة السندباد مع البازي؟ وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة. أتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.